هبلش ريكوردينج فروم ناو. نحن لاست تايم اخذنا شيء اسمه كاونتينج، هلا رح نكمل القسم الثاني اللي هو شو probability، لانه اكيد بيتعلق ببعض counting and probability. اوكي طيب counting اخذنا كثير اشياء، اخذنا اكثر شيء ركزنا على combinations ماشي، اللي هو الاكثر شيء رح نركز عليه نعمل عليه فوكس. هلا رح ناخذ probability. هلا نحن اي ثينك اخذنا بشكل زياد، اخذنا probability اول السنه، اخذناه لاست يير يمكن اخر السنه. اخذناه حكينا عن probability، حكينا اول السنه كمان. ايه يعني عندكم فكره عن البروبابيليتي تمام. طيب راح بلش انا ب انتدكشن. طيب ان ايرن، بس نقول ان ايرن يعني جره، مثل هيدي الجره اللي انت شايفها قدامكم، شايفينها قدامكم، كونتينز 3 ريد بولز اند 2 فايولت بولز، 3 ريد بولز 2 فايولت بولز، شايفينهم هي. طيب undistinguished to the touch، يعني انت لما تمد ايدك وتاخذ وحده ما بتميز الوحده من الثانيه. اوكي يعني كلهم مثل بعض. اوكي يعني ايدنتيكال، بس اللون هو اللي بيختلف، ثلاثة حمر واثنين فايولت. طيب two balls are drawn successively، لما انا اقول لك successively شو يعني؟ يعني وحده ورا وحده، يعني نحن عم نحكي على arrangement ولا على combination؟ بسأل لما نقول successive arrangement، successive يعني arrangement، يعني عم نحكي على وحده ورا وحده. arrangement شو يعني؟ يعني الاوردر counts. arrangement يعني الاوردر، شو بقول الاوردر counts، يعني انت عم تاخذ تنتين. اوكي two balls are drawn يعني اخذناهم سحبناهم successively، يعني arrangement والorder counts، يعني انت اذا اخذت اول مره violet بعدين red اوكي سوري، اجى واحد ثاني اخذ ريد بعدين فايلت، هاي وهاي هن غير بعض، هيدي معناتها الاوردر كاونتس. اند ويزاوت ريبليسمنت، شو يعني ويزاوت ريبليسمنت؟ يعني مش عم برجع، يعني نحن شو عم نعمل هون؟ عم ناخذ بول لبرا، عم نرجع بنمد ايدنا وناخذ بول ثاني، يمكن يطلعوا هيك ريد وفايلت. اوكي يمكن يطلعوا اول واحد رد والثاني رد، ما انا عارفين. اوكي نحن عم ناخذهم راندوملي، اكيد يمكن يطلعوا تنتين فايلت بهذا الشكل. اوكي نحن عم ناخذ تنتين سكسسيفلي، شايفين كيف يعني سكسسيفلي؟ يعني ورا بعض عم باخذ وحده. اوكي شو يعني without replacement؟ يعني مش عم رجع، لانه احيانا بيقول لي هو with replacement. شو يعني with replacement؟ يعني باخذها بتطلع فيها هيك ما عجبني شكلها برجع بخلطها شوي برجع باخذ واحده ثانيه، يمكن اختارها هي ذاتها، يمكن اختار واحده ثانيه. اوكي بس هون عم ناخذهم without replacement، يعني عم باخذ واحده عم برجع باخذ واحده ثانيه. هلا في احتمالات كثير، احتمالات يطلعوا red violet، احتمالات يطلعوا violet red، احتمالات يطلعوا red red، احتمالات يطلعوا violet violet، ما بعرف. اوكي هلا عندنا هون events، شو هو الايفنت؟ الايفنت هو الشيء اللي عم بصير، يعني نحن بنعرف عنه سامعين فيه للايفنت اول السنه من جريد 11. خلينا نقول الايفنت ار 1، نحن راح نسميه ايفنت ار 1، obtain a red ball in the first draw، يعني انا اذا مدت ايدي واخذت red ball هيدا اسمه ايفنت ار 1. ليش سميته ار؟ لانه red. ليش سميته 1؟ لانه انت first draw، انا هيك سميته. اوكي انت فيك تسميه A، فيك تسميه B، نحن سميناه R1. طيب R2 obtain a red ball in the second draw، يعني تاني مرة اوكي يطلع رد. V1 obtaining a violet ball in the first draw، V2 obtaining a violet ball in the second draw. ماشي الحال لهلا؟ طيب هلا هو راح يصير يسألني هون أسئلة. Does the realization of event R1 having an influence، يعني بيأثر ولو بشكل بسيط على ال event V2؟ طيب اذا نحن قلنا انه R1، R1 يعني نحن اخذنا ريد بول اوكي هيدي R1. طب هل هيدا الايفنت اللي انا عملته هلا بياثر على V2؟ يعني بياثر على انه سكند درو تطلع فايولت اوكي كبروبابيلتي كاحتمال؟ يس بياثر. ليه بياثر؟ لانه انت اخذتها وما رجعت،
اخذته وما رجعته شو صار؟ نقص العدد، قد ايه كانوا؟ 5، قد ايه صاروا؟ 4. اوكي؟ فاذا انت لما تاخذ ثاني مره فايلت في احتمال يتغير. اوكي؟ يعني لو بصيتها شوي، انت لحتى تاخذ فايلت اول مره، اوكي؟ افترض انه انت عم تاخذ فايلت وهن خمسه. يعني عم تاخذ تنتين من اصل خمسه، في اثنين من اصل خمسه هن فايلت. طيب لما اخذنا رد، أم هو شو قال لي؟ أنا أخذت أول واحدة رد، هل هيدا الشيء بيأثر على إنه تطلع تاني واحدة على الـ probability، على احتمال إنه أخذ واحدة فايلت تاني مرة؟ يس بيأثر، ليه؟ لأنه أنت عندك تنتين من أصل أربعة مش من أصل خمسة، فإذاً يس هذا an influence، يعني بيأثر عليه ولو بشكل بسيط، ليه؟ لأنه العدد التوتال نقص، إذاً هون بنقول يس. طيب show that probability of R1 equal 3 على 5. طيب اوكي okay. طيب خليني هون اسال سؤال، what is the total number of outcomes، total number of outcomes، كيف انا بجيب total number of outcomes؟ بدي اعمل count، كيف بدي اعمل count؟ بدي اشتغل على هيدي successively، يعني arrangement order counts، يعني انت عم تحكي على A without replacement، without replacement يعني without repetition. اوكي كيف يعني without repetition؟ يعني انت شو يعني with repetition؟ يعني يطلع مثلا تتذكروا letters، يطلع مثلا AA. اوكي طيب without repetition يعني هذا ممنوع يتكرر، كيف يعني؟ يعني انت مثلا حطيت هيدي الطابة، خلينا نسميها هيدي A1 مثلا، هيدي A2، R A2 مثلا، هيدي A3، هل معقول يطلع A1 A1 حد بعض؟ شو رأيكم انتم؟ انا عم باخذها ومش عم رجع، يعني انت لما اخذتها اوكي بدك تاخذ واحدة تانية تحطها حدها، مش راح تطلع مثلها، يمكن يطلع نفس الكلر بس مش هي بذاتها. اوكي يعني هذا الحكي باختصار انه without replacement يعني without repetition، فاذا هيدي تحفظوها هيك، without replacement يعني without repetition. اوكي طيب without repetition لما نقول نحن شيء without repetition، يعني عم شرحها بالتفصيل لانه هلا في ناس فاتوا. اوكي فاذا successively هي arrangement order counts without replacement يعني without repetition، انت عم تحكي على arrangement without repetition، ذكرتوا الدرس الماضي arrangement without repetition. اوكي يعني انت عم تحكي على A P out of N، ذكرتوها هيدي arrangement without repetition، اذا كانت with repetition بتكون N power P total outcomes، اذا كانت arrangement without repetition بتكون A P out of N، يعني هون انا بدي احكي على equal arrangement P out of N. مين بيقول لي قديش ال P وقديش ال N؟ يس ال P هي قد ايه انت عم تسحب، كم وحدة عم ناخذ؟ هو قال لي زياد كم وحدة عم ناخذ؟ هو قال لي 2 balls، مش هيك؟ احنا عم ناخذ 2 balls، فإذا نحن عم ناخذ 2، طب من أصل قد ايه؟ التوتال تبعهم قد ايه؟ قد ايه التوتال تبعهم هودي؟ توتال 5. يعني انا عم باخذ A 2 out of 5، هيك انا بعد، هيك انا بعمل كاونت، بشوف شو الطريقه اللي هو عم ياخذ فيها. وهيدا كان اساس الدرس الماضي. اوكي اللي هو انتم عملتوا في كويز. في arrangement with repetition، في arrangement without repetition، وفي combinations، اللي نسيهم يروح يتذكرهم. هيدي arrangement without repetition يعني A P out of N، فإذا A2 out of 5 شو راح تصير؟ A2 out of 5 قد ايه بتطلع؟ 10. كيف بنحسبها لل A2 out of 5؟ نحسبها على الكالكوليتر، 5 shift divide 2 قد ايه بتطلع؟ في حدا يحسب لي قد ايه بتطلع بس؟ Please talk. طلع 20. Check. طيب. هيدي بتطلع 20.
هيدا total number of outcomes. طيب وشو قال لي؟ قال لي احسب الـ probability للـ R1. اوكي؟ طيب هلا بدنا نحسب الـ R1، هيدي total number of outcomes خلصت. هلا بدنا نحسب الـ R1. الـ R1 شو هو؟ هو obtaining a red ball in the first draw. اوكي؟ In the first draw يعني انت عم تحسب arrangement check. In the first draw يعني انت عم تحسب arrangement يعني واحدة check واحدة واحدة من اصل قد ايه؟ guess obtaining a red ball in the first draw يعني انت عم تاخذ واحدة رد من اصل التاتي رد يعني هن بيطلعوا ثلاثة اوكي فاذا A1 out of 3 هيك يا جماعة جو شو رأيكم؟ حدا عنده question for now على total number of outcomes؟ Yes, any question على total number of outcomes؟ حدا عنده سؤال هيدا total number of outcomes حدا عنده لي سؤال طيب هلا لك شو نحن اخذنا من قبل انه probability كيف نحصل هولي بطريقه بسيطه يعني بحس انه هيدي رح نفوت فيها بتفاصيل كثير وهي اصلا arrangement يعني with repetition without repetition ما رح نركز عليها كثير كثير يعني اكثر شيء بجيبوا لكم انتم combinations اوكي طيب هلا هيدي اذا انتم تحسبوها بطريقه اسهل شوي اوكي لانه بحس هيدي رح نفوت فيها بتعقيدات كثير وكذا طيب شو البروبابيلتي اوف ار 1؟ اوكي شو هي البروبابيلتي اوف ار 1؟ يعني شو هي البروبابيلتي انه يطلع لك a red ball in the first draw باول draw يطلع لك red ball اوكي طيب خلينا نقول انه نحن اخذنا 1 out of 5 okay 1 ماشي 1 out of 5 طلعت red طيب شو البروبابيلتي انه يطلع او شو البروبابيلتي انه تطلع red طيب كم واحدة عندي red انا 3 بقول انا 3 over التوتال قديش التوتال تبعه 5 اذا انا بقول 5 اذا البروبابيلتي اوف ار 1 هي 3 على 5 okay هيدي ابسط طريقة انه نشتغل فيها بهيدا الشكل. مثلا لما نحن ناخذ وحدة out of 5 شو البروبابيلتي انه تطلع red؟ تطلع 3 على 5. اوكي؟ فاذا هيك اسهل طريقة انه نشتغل فيها. ماشي الحال؟ طيب برجع بيسألني selecting a red ball in the second draw knowing that a ball was selected in the first draw is an even denoted by R2 over R1 أو R2 knowing that R1 occurred شو يعني؟ شو يعني هذا الشيء؟ يعني هون عم بيقول لي يعني عم يعطيني definition جديد إنه selecting a ball a red ball in the second draw knowing that a red ball was selected in the first draw is an even denoted by R2 over R1 أو R2 knowing that R1 occurred يعني أنت بسكند درو بتاني سحبة
أخذت واحدة رد الثاني سحبة بالثاني مرة أخذت واحدة رد knowing that إنه أول واحدة رد يعني أنت عارف إنه أول واحدة رد أمت أخذت مرة تانية رد صاروا تلتين رد حد بعض okay؟ طيب إذا أنت عارف إنه أول واحدة رد وتاني واحدة طلعت رد هذه معناتها إنه R2 knowing that R1 is good يعني taking a red ball in the second draw knowing that the first ball is red knowing that انت عارف انه اول ball is red انت اخذت واحدة تانية red okay طيب وزن كيف بدنا نجيب الـ probability لهيدا الـ event okay برجع بعيد probability of R2 knowing that R1 يعني probability انك تاخذ تاني واحدة red وانت عارف انه اول واحدة اخذت رد طيب خلينا نشوف هون انا عارف انه انا اخذت رد اوكي طب شو البروبابيليتي انه اسحب واحدة تانية رد شو البروبابيليتي انه تطلع تاني واحدة هيك رد طيب هيدي الرد اللي انا عم بحركها هلا بدي اخذها من هون اوكي طب كم واحدة في رد عنا كم واحدة عنا في رد عنا تنتين طيب قديش التوتال؟ أربعة فإذا probability لازم تطلع 2 ماشي 2 out of 4 لازم تطلع 2 out of 4 ليه 2 out of 4؟ لأنه أنت عارف إنه أول واحد يرد وأنت ما رجعت طيب كم واحدة بقيلي؟ بقيلي أربعة لآخذ واحدة رد من هون وحطها هون أنت عم تاخذ هيدي الرد من هون يعني عم تاخذ أنت من أصل تنتين عم تاخذ واحدة يعني 2 out of التوتال اللي هو 4 فإذا probability هيك بكتب probability انه ناخد تاني واحد يرد knowing that انه اول واحد يرد equal to out of 4 اوكي يعني هيدي هيدي مغزيها هيك هلا طبعا بعدين رح ناخد exercises وهيك تفهمون اكثر تمام طيب calculate probability of V2 knowing that R1 occurred شو يعني؟ يعني probability انك تاخد تاني واحد violet knowing that انه اول واحد يرد طيب خليني نرجعهم لهو التنتين مع بعض وخليني اكتب هون probability يعني شو احتمال انه يطلع تاني واحد violet knowing that انه اول واحد رد طيب knowing that انه اول واحد رد انا قمت واحد رد وحطيتها هون حطيتها على جنب طيب شو ال probability انه تطلع تاني واحد violet طب كم واحد violet في عندي؟ تنتين من اصل قد ايه؟ من اصل اربعه مثلا 2 out of 4 لحتى اخذ ثاني واحد فايلت لازم يكون البروبابيلتي تبعها 2 out of 4 اوكي ليه 2 out of 4 لانه هن عددهم 2 والتوتال هو 4 فاذا 2 out of 4 اوكي فاذا هيدي بتصير 2 out of 4 طيب show that P of V1 equal to على 5 شو P of V1 equal to على 5 طب كيف أنا بعرف إنه V1 equal to على 5 أول شيء شو هي ال V1 هي إنك تأخذ أول واحدة violet طيب خلينا نرجع للسؤال ونشوف أول واحدة violet خلينا نرجعهم كلهم شو ال P of V1 يعني شو ال probability إنك تأخذ واحدة violet من هودي كلهم كم واحدة violet في عندي تنتين وقديش هن التوتال 5 فإذا 2 على 5 هيدي بسيطة كتير يعني 2 على 5 أوكي طيب calculate P of R2 knowing R1 V1 occurred probability of V2 knowing that V1 occurred شو يعني؟ يعني شو probability انه تطلع تاني واحدة رد مع العلم انه انا اول واحدة اخذتها violet تاني واحدة اوكي شو probability انه تطلع تاني واحدة رد مع العلم انه اول واحدة violet بس يا شوي لحتى هيدي يعمل رندر ثانية بس ليرجع يفتح مرة ثانية هلا هو ليكون لسن أول ما تشوفوه بتقولوا اف وشو هيدا وكيف بدنا نشتغل بس تحلوا كتير exercises بعدين ان شاء الله بنحفظ الرولز كتير منيح بنصير نحل اي اكسرسايز بتاع الدم اوكي هلا هون بعنا بالمقدمه يعني في اشياء كتير بعد لازم ناخذها بتساعدنا على الحل بعدين اوكي فاذا calculate P of R2
knowing that V1 occurred. طب هاي شو بتطلع؟ يعني تاني واحد يرد knowing that إنه أول واحد يفايلد. طيب تاني واحد يرد knowing that إنه أول واحد يفايلد. شو بيجي بيعمل أنا؟ شيل واحد يفايلد حطه على جنب. وبصير بدي أخذ واحد يرد حطه حتى. تاني واحد يرد مع العلم إنه أول واحد يفايلد. طب كم واحد يرد في عندي؟ 1, 2, 3. والتوتال قد إيه؟ 4. فإذا it's 2 out of 4. فإذا هاي دي بتصير 2 out of 4. طيب تاني واحدة P of V2 knowing that V1 occurred. probability إنه تطلع تاني واحدة violet مع العلم إنه أول واحدة violet. شو بتطلع هي؟ تاني واحدة violet knowing that إنه أول واحدة violet. كم واحدة violet في عندي؟ واحدة من أصل قد إيه؟ من أصل 4. إذا 1 out of 4. بس هيك. أوكي؟ طيب complete the following diagram. هيدا الدايجرام called tree diagram. هيدا بعدين ان شاء الله بس ناخده بالتفصيل، هيدا كتير بيساعدنا بالexercises. اوكي طب كيف انا بدي اعمل complete لهيدا الدايجرام او شو هو هيدا الدايجرام؟ خلينا نشوف. طيب هون حاطط لي R1 V1، هون رجل حاطط لي R2 V2، R2 V2. اوكي طب شو معناته هون؟ هودي الـ events اللي هو اخذناهم اول شيء، يعني الاشياء اللي انت عم تسحبها من هيدي الار. اوكي هون بنمثل first draw، وهون بنمثل second draw. يعني هون اول طابة سحبناها وهون تاني طابة سحبناها. طيب شو معناته هذا؟ معناته انه اول واحدة ممكن تكون رد R1، يعني اول بول رد. اذا اول بول رد ممكن تكون البول التاني يا رد يا فايلت. إذا أول واحدة فايلت كمان البول الثاني راح تكون يا رد يا فايلت. طيب شو البروبابيلتي إنه تطلع أول واحدة رد؟ 3 على 5 هي. يعني هاي حطيناها هون. طيب شو البروبابيلتي إنه تطلع أول واحدة فايلت؟ 2 على 5 كمان هيدي جبناها من شوي. أوكي؟ يعني هو نفسه بس نحن بنحطهم ب 3. 3 بتصير توضح لي الأمور أكثر. أوكي؟ طيب. هلا اذا اول واحد رد شو البروبابيلتي انه تطلع ثاني واحد رد؟ هيدا شو معناته هيدا؟ هيدا معناته انه شو البروبابيلتي انه تطلع ثاني واحد رد مع العلم انه اول واحد رد؟ هو 2 على 4. شايفينها هيها فوق 2 على 4. تمام؟ طيب ثاني واحد إذا أول واحد رد شو البروبابيلتي إنه تطلع تاني واحدة فايلت؟ يعني V2 knowing that R1 occurred. V2 knowing that R1 occurred. هيدي جبناها قبل شوي، قديش طلع لدخلكم إحنا كتبناها؟ V2 knowing that R1 occurred. يعني تاني واحدة فايلت مع العلم إنه أول واحدة رد. إذا أول واحدة رد يعني شلنا نحن واحدة رد. أوكي؟ شو البروبابيلتي إنه تطلع تاني واحدة فايلت؟ 2 out of 4. فإذا هيدي بتصير 2 out of 4 كمان. طيب إذا أول واحد يفايلت شو البروبابيلتي إنه تطلع تاني واحد يرد؟ تاني واحد يرد 3 out of 4. شايف جبناها من شوي؟ لا 2 out of 4. خلينا نرجع نجيبها مرة تانية. ها لايكو كيف؟ يعني هاد شو بدي أجيب أنا؟ بدي اجيب انه probability of تاني واحد يرد مع العلم انه اول واحد يفايلت. ما بعرفش هون كاتبينها هيك 2 هيدي ولا 4. خلينا نشوف ونتاكد منها اذا فيها شيء غلط. اوكي طيب خلينا نجيبها مره ثانيه. probability of R2 يعني تاني واحد يرد knowing that انه اول واحد يفايلت. طيب knowing that انه اول واحد يفايلت يعني فيش ابسط منها، باخذ واحد يفايلت بكبها هون على جنب. اوكي طيب لحتى اخذ رد من هودي بده يكون 3 على 4. هاي 3 على 4. اوكي سو 3 على 4 وهيدي 1 على 4 هي جبناها هون. اوكي طيب هلا هون في شيء اسمه R1 intersection R2، يعني اول واحد يرد and ثاني واحد يرد. هون R1 intersection V2، هون V1 intersection R2. نعرف شو يعني intersection، يعني common. هون V1 intersection V2، يعني هون في شيء common بيناتهم. اوكي هلا مش كل الاسئله بتجي معقده هيك، او اذا انتم شايفين هذا السؤال معقد لانه بعدكم مش فايتين بموضوعه كثير كثير منيح. اوكي
نحن في definitions راح ناخذها، في في properties راح ناخذها، في طرق راح ناخذها، راح تساعدنا كثير 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 بالحل قد ما بدكم. كل ما نحل exercises اكثر كل ما نفهم lesson اكثر. اوكي طيب، خلينا نتذكر بعض الاشياء from the last year. يعني راح ناخذ بعد 2 slides ونخلص. next time نبلش ب examples. اوكي طيب، how do you remember؟ remember يعني اخذناهم last year واول السنه. Okay, suppose that a fair die of six faces numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6. إذا بتتذكروا كيف أخذنا هيدا الداي، الداي شو هو؟ هو الزهر اللي بنلعب فيه طاولة أو أي شيء لعبة تانية حية ما بعرف. Check. هيدا الزهر اللي كلنا بنعرفه المكعب، يعني في هون 1 وهون مثلا 3 وهون 2. Okay، هن مرقمين بيكونوا 1, 2, 3, 4, 5, 6 الفيسز اللي مشغلين. Okay, طيب، is the throne once؟ يعني هيدا حملناه و وزبطيناه رميناه على الأرض مرة واحدة. طيب، شو هو السامبل سبيس؟ يعني في تعريف لازم نعرفها، اوكي، عشان بعدين نصير نحل اكسرسايزز. أول شيء شو هو السامبل سبيس؟ هو عدد الأوتكمز، مش عدد الأوتكمز، هن الأوتكمز نفسهم. اوكي؟ طيب، لما أنت هيدا الزهر روح زبطيته على الأرض مرة واحدة. اوكي؟ طيب، شو الاحتمالات اللي ممكن يطلعوا؟ يعني شو هن الأوتكمز اللي ممكن يطلعوا؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ما هو يطلع لك 7 مثلا؟ ما فيك. ما هو يطلع لك 8؟ Also no. Okay؟ فإذا السامبل سبيس هو الأوتكمز نفسهم، هي set. بنحط فيها الأوتكمز، set. يعني بنعمل هيدا هيك 1, 2, 3, 4, 5, 6 وبنسكر. Okay؟ set. طيب. The elements of the sample space are called sample points. يعني ال 1 هو sample point، 6 هو sample point، and so on. لما قال لك sample space انت بتروح بتحط شو هن الاوتكمز، تعمل له list وتحطهم كلهم بسم. طيب، a subset of the sample space، هيدي يعني notation تبعي sample space، are called events. يعني انه يطلع لك number 1 هيدا event، انه يطلع لك number 4 هيدا event، انه يطلع لك number 6 هيدا event. إذا الايفنت اللي اخذناه من شوي، حكينا عنه من شوي. طيب، انه يطلع لك مثلا 1 و 2، انه يطلع لك even number مثلا، هون بيقول لي let event E obtaining an even number. اوكي؟ فشو بتكون الست E؟ 2 4 6. اوكي؟ إذا الايفنت E هو انه يطلع لك even number. يمكن انا اقول لك the event F انه يطلع لك odd numbers. The event G انه يطلع لك numbers greater than 3. اوكي يعني في كثير ايفنتس ممكن يكونوا يمرقوا معكم بالسؤال، يعني depends on the question. طيب the events are formed of a single element are called elementary events. يعني هيدي بس تعريف. اوكي مثلا انه يطلع لك number 6 هيدا بنسميه elementary event، يعني هيدا ما تركزوا فيه كثير. Let A and B be two events of the sample space. يعني خلينا نقول انه ال A وال B هن events. كيف قبل شوي نحن جبنا R1 و R2 V1 و V2 هن events، نفس الشيء خلينا نقول انه ال A وال B هن events. طيب the event A and B denoted by A intersection B، نعرف شو يعني A intersection B. Okay. Is the event formed by the common sample points of A and B. يعني انت لما تقول A intersection B يعني انت عم تحكي على common بين ال A وال B. لنقول انه هيدي ال A وهيدي ال B، هون بيكون ال intersection. طيب لما نقول A or B is denoted by A union B، is the event formed by the sample points that are in A or in B. هيدي كاتبينها هن and، نحن بنصلحها or in B. يعني اذا نزلتوا عندكم هيدي صلحوها or in B. اوكي شو يعني؟ ما فيهم يكونوا A بال A وال B مع بعض، يعني يا بال A يا بال B. اوكي؟ هلا إذا هي بدنا نكتب الشيء المضبوط بدل and، نكتب and slash or، يعني يا بال A يا بال B. اوكي؟ يا بال A intersection B، يعني يا بال A بال B مع بعض. ال A union B بتكون شكلها هيك، هيدي A هيدي B، ال A union B مع الـ مع اللي بالنص، يعني كلها. إذا يا بتكون بالـ A يا بتكون بالـ B. أوكي؟ anyway نحن بس نقول A union B يعني or، A intersection B يعني and. أو الـ and والـ or رح يصيروا rules بعدين، تذكرون كثير منيح. طيب،
شو يعني empty set؟ empty set هي empty set يعني هي بتكون set فاضي وهيدي بنسميها impossible event. Okay؟ الـ empty set هي set ما فيها ولا element فإذا هي impossible event. طيب event G obtaining the number 7 هيدا impossible event. Okay؟ طيب إذا سألتك يا زياد أنت رميت هيدا الزهر اللي احنا حكينا عليه قبل شوي هل ممكن يطلع لك number 8 مثلا؟ ممكن يطلع لك number 8؟ مش ممكن صح؟ بما انه مش ممكن يطلع لنا نمبر 8 هيدا الايفنت بنسميه امبوسيبل ايفنت يعني انت عم بتقول لي انه والله يا استاذ انت عم بتحزق عم بتسالني شيء مش مستحيل يصير فاذا امبوسيبل ايفنت مستحيل ترمي زهر يطلع لك نمبر 8 اذا هن مرقمين من 1 ل 6 منين بده يجي ال 8 اوكي طيب ذا سبيس سيجما يعني هيدي فيكم تسموها اللي بدكم يعني هيدي النوتيشن تبع ال Okay, تبع sample space is called a certain event. شو يعني certain event? Certain event يعني هو حدث على الأكيد راح يصير. هو قال لي شو؟ قال لي مثلا إنه event H obtaining a number greater than 0 and less than 7. طب ما أنت على الأكيد راح يصير number هو greater than 0 less than 7. Okay? يعني من 1 يعني from 1 to 6. طب ليه؟ شو يعني from 1 to 6؟ يعني هو عم بيقول لي إنه هيدا الايفنت H هو الـ event اللي رح يطلع لك فيه number from 1 to 6 تعال أقول لك يعني كل الـ numbers أصلاً من 1 ل 6 يعني شو ما زبدت رح يطلع from 1 to 6 فهذا certain event يعني event على أكيد رح يصير طيب The set of the sample points of sigma are not أو that are not in the event A okay, from an event called opposite of an event A يلا ناخد example عليها هيدي بنسميها A bar A bar يعني هي عكس ال A. طيب إذا أنا قلت لك event A obtaining an even number. طب شو بتكون ال A bar؟ ال A bar بيكونوا عكس ال A يعني ال odd numbers بس. Okay؟ فإذا بس نقول نحن A bar، ال A bar هي عكس ال A بس يعني أنا اللي بيهمني من هون أعرف إنه ال A bar هي عكس ال A. The opposite of event A بنسميها A bar. مفهومة؟ واضحة؟ طيب لحد هلا معنا عم ناخذ تعريف هلا كيف نحل؟ next time رح ناخذ examples exercises رح تكون يعني الحصه متعه اكثر يعني كيف بنحل exercises كيف بيجينا exercises اوكي okay. بس نحن هودي ال definitions يعني المفروض نتعرف عليها تمام؟ طيب A and B are said to be incompatible if their intersection is empty اوكي okay. يعني انا اذا عندي اثنين events بسميهم incompatible لما ما يكون في شيء common بيناتهم كيف يعني؟ يعني مثلا event A obtaining an even number event B obtaining an odd number ال A وال B هن incompatible ليش incompatible؟ لأنه ما في common بيناتهم يعني هون في عندي 2, 4, 6 وهون شو في عندي odd numbers 1, 3, 5 هل بتلاقي لي common بين هود وهود؟ يعني في شي number يكون odd و even at the same time؟ مستحيل ما في من هود وال numbers فإذا 1, 2, 4, 6, 1, 3, 5 هن غير بعض تمام؟ طيب بكفي لليوم رح اكتفي بهذا الشيء لحد هلا next time رح نحل exercises رح فرجيكم بس شوية رح نحل example okay. ورح ناخد شيء على combination محل okay. يعني next time احتمال يكون انه نحل شوية ناخد تعريف و examples تعريف و examples هيك بكون احسن okay. بتمنى انه هود ال الريميندر اللي احنا عملناها هلا هودي تكتبوهم على الكوبي بوك اوكي وتبعتوا لي اياهم انه شو تعريف سامبل بوينت شو تعريف ايفنت شو تعريف هيدي شو تعريف هيدي ترجعوا تدرسوهم مره ثانيه تكتبوهم على الكوبي بوك تبعتوا لي اياهم سيرتن ايفنت شو معناته انكومباتبل ايفنت شو معناته هودي المفروض تعرفوهم قبل ما نبلش حل اوكي حدا عنده اي كوستشن قبل ما نخلص اذا ما حدا عنده شي سؤال فيكم تقولوا خلصنا